فصلا جديدا واعدا للعلامتين الفاخرتين BMW وميني في مصر مع الوكيل الرسمي الجديد مجموعة جلوبال أوتو للسيارات. هي شركة مساهمة قائمة على شراكة مصرية خليجية. جمهورية مصر العربية لها مكانة عظيمة في قلوبنا، فهي تعتبر أحد أهم الأسواق الاستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط. ففي ظل أصعب الظروف الاقتصادية التي مر بها الاقتصاد العالمي، تمكن الاقتصاد المصري من النمو بمعدلات ممتازة في السنوات الثلاث الماضية بنسب تقارب 4% سنويا للناتج المحلي الإجمالي. كل هذه العوامل الإيجابية مجتمعة لا تعكس صلابة الاقتصاد المصري فحسب، وإنما أيضا ما تتمتع به البلاد من استقرار سياسي وأمني في ظل قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكيمة للبلاد. هدفنا واضح: إعادة إنتاج سيارات BMW محليا، ورفع كفاءة التصنيع كما ونوعا، وخلق فرص عمل جديدة، إذ ستصل استثماراتنا تدريجيا إلى ما يفوق $100 مليون. سنقوم في جلوبال أوتو بتوفير باقة مميزة من الخدمات الرقمية لعملائنا بغرض تسهيل عمليات البيع وسرعة توفير الخدمات المختلفة من خلال تطبيقات إلكترونية. كما وستحرص جلوبال أوتو على تقديم عددا من الخدمات الجديدة للمرة الأولى لعملاء العلامتين BMW وميني في مصر، وهي خدمة من الباب للباب (Door to Door Service) التي تتضمن إرسال مندوب مختص من مركز الخدمة لاستلام السيارة من المكان الذي يرغب فيه العميل ونقلها إلى المركز لتلقي الصيانة ثم إرجاعها بعد الانتهاء حيث يقرر العميل ذلك، بالإضافة إلى أننا نقدم للمرة الأولى خدمة Workshop Video والتي تقدم للعميل تقريراً مصوراً عن سيارته داخل مركز الخدمة لإطلاع العميل على حالة السيارة. نعلن للمرة الأولى في مصر عن تقديم جميع سيارات BMW وميني بباقة الصيانة الشاملة التي تغطي تكاليف الصيانة الدورية لمدة 3 سنوات أو 60,000 كيلومتر مع ضمان 5 سنوات أو 200,000 كيلومتر أيهما أقرب.